السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني متابعي قناة دروس تقنية المعلومية، مرحبا بكم، سعيد جدا بلقائكم والتواصل معكم مرة أخرى في هذه الحلقة الجديدة، والتي سأتقاسم معكم فيها طريقة منع تلك الإعلانات المزعجة التي تظهر على جهاز الهاتف عند الاشتغال على جهاز الهاتف. تظهر مجموعة من الإعلانات، والأفضع والأخزى أن تظهر إعلانات جنسية أو ذات إيحاءات جنسية، ربما تخشون منها على أبنائكم أو على أحبائكم أقربائكم. سأتقاسم معكم طريقة التخلص نهائيا من هذه الإعلانات المزعجة بطريقة سهلة جدا، لن يحتاج منكم الوقت أكثر من دقيقة للحصول على ذلك. أولا ندخل على المتصفح الذي تشتغلون عليه على جهاز الهاتف. أنا أشتغل على متصفح جوجل كروم. إذا ندخل إلى جوجل كروم ثم نضغط على هذه النقاط الموجودة هنا في الأعلى، وننزل إلى أن نجد إعدادات أو بارامتر. إذا نضغط على إعدادات ثم ننزل إلى أن نجد إعدادات الموقع أو بارامتر دي سيت هكذا، ثم نذهب إلى الإشعارات أو النوتيفيكيشن أو النوتيفيكاسيون باللغة الفرنسية. نضغط على الإشعارات. هنا ستجدون أسفل كلمة مسموح أو اللو باللغة الإنجليزية، ستجدون مجموعة من المواقع التي أنتم دون حتى أن تشعروا بذلك سمحتم لها بأن ترسل لكم إشعاراتها. تلك الإشعارات التي سمحتم بها هي التي من خلالها تصلكم تلك الإعلانات، سواء منها الجنسية أو غير الجنسية، ربما حتى البيع والشراء أو إعلانات الخاصة بالشركات إلى غير ذلك، لكنها في المجمل تكون إشعارات وإعلانات مزعجة لكم أثناء تصفحكم على شبكة الإنترنت من خلال الهاتف. إذن بدخولكم إلى المواقع ويطلب منكم الموقع يرسل لكم رسالة يقول هل تسمحون لنا بإرسال الإشعارات، تضغطون نعم، يستغلها الموقع في إرسال تلك الإعلانات وتلك الإشعارات منها حتى الجنسية. إذن للتخلص من ذلك تتبعون هذه الخطوات التي تبعتها الآن، وتجدون هنا لائحة من المواقع التي سمحتم لها في السابق. أنا ليست لدي هذه اللائحة لأنني فعلا أقوم دائما بإزالة تلك، أولا لا أعطي تلك الصلاحية للمواقع، وحتى إن أعطيتها لسبب من الأسباب أزيلها فيما بعد بهذه الطريقة. فعندما أجد موقع، هنا ترون فقط موقع جوجل هو الذي أسمح له بإرسال الإشعارات لأنها تكون آمنة. في حال وجدتم هنا مجموعة من الإشعارات في هذا المكان، مجموعة من المواقع أعتذر، كل ما عليك هو اختيار كل موقع على حدة والضغط عليه كما سأضغط الآن على موقع جوجل هكذا، ثم تنزل إلى أن تجد المحو وإعادة الضبط أو clear and reorganized باللغة الإنجليزية. إذا تضغط على المحو وإعادة الضبط ثم تضغط على المحو وإعادة الضغط مرة أخرى. في المرة القادمة عندما ستدخل إلى هذا الموقع مثلا، أي موقع من هذه المواقع الموجودة لديك، عندما ستدخل إليه في المرة القادمة سيطلب منك الإذن لكي يرسل الإشعارات. لا تعطيه ذلك الإذن، ستكون بذلك بطريقة عملية قد انتهيت من هذه الإشعارات التي تصلك على هاتفك، وترتاح من هذه الإشعارات سواء كانت جنسية أو غير جنسية أو إعلانية أو تجارية أو غير ذلك. إذن هذا كل ما أحببت أن أتقاسم معكم يا إخوة، طريقة التخلص من تلك الإشعارات التي ربما تجدونها على هواتفكم. شكرا لبقائكم معنا إلى هذه اللحظة. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل بالضغط على لايك أو جيم أسفل الفيديو، تقاسم الحلقة مع الأصدقاء والزملاء على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يستفيد الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.